الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة وربك على كل شيء حفيظ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل يا
أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. اللهم تم نورك فهديت فلك الحمد، وعظم حلمك فغفرت فلك الحمد، وعظم حلمك فعفوت لك فلك الحمد، بسطت يدك فأعطيت فلك الحمد، وجهك أكرم الوجوه، وعطيتك أعظم العطية وأهناها، تطاع فتشكر، وتعصى فتغفر، وتعصى فتغفر، وتقبل التوبة، وتغفر الذنب، ولا يجازي، ولا يجازي على آلائك أحد، ولا يجازي على آلائك أحد، ولا يبلغ مدحتك قول قائل: اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ولك الشكر كما ينبغي لجزيل فضلك وكريم إحسانك، ولك الثناء الحسن كما ينبغي لعظيم رحمتك وسعة غفرانك. الحمد لله كثيرا، وسبحان الله كثيرا، لبيك ربنا وسعديك، لبيك ربنا وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك. اللهم صل على زين رسلك وخير أنبيائك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك، فإنه لا يملكها إلا أنت. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة،
اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم اصرف عنا كيد الكائدين وحقد الحاقدين وتربص المتربصين وعدوان المعتدين وحسد الحاسدين وسحر الساحرين وعين العائلين يا رب العالمين. اللهم ما سألناك من خير فأعطنا، وما لم نسألك فابتدئنا، وما قصرت عنه آمالنا وأعمالنا من خير الدنيا والآخرة فبلغنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم أذقنا بالقرآن لذة مناجاتك، اللهم حقق رجاءنا في موعودك، وأذقنا بالقرآن لذة مناجاتك، واجعلنا به من أهل مرضاتك، املأ قلوبنا به حبا لك وخشية منك وإيمانا بك وشوقا إليك. اللهم يسر لنا بالقرآن السبيل واهدنا به يا خير دليل. اللهم اجعلنا ممن هدى واهتدى وسبقت لهم منك الحسنى، ولا تجعلنا ممن ضل وغوى وضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا ودورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق والتوفيق والتسديد إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفقه وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بناصيتهما للبر والتقوى، وأصلح لهما البطانة ذي الجلال والإكرام. اللهم أنزل رحمتك على عبادك المرضى، اللهم أنزل عليهم عاجل الرحمة، اللهم بعث العافية في أجسادهم،
اجعل محل الداء دواء ومحل السقم شفاء يا رب العالمين. اللهم من يحفظون أوطاننا فاحفظهم، ومن يحرسون أمننا فاحرسهم، واخلفهم في أهليهم خيرا يا الله. إلهنا كفر عنا أسوأ الذي عملناه، واجزنا أجرنا بأحسن ما كنا نعمل يا الله. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. إلهنا لا تجعلنا من أصحاب النار، اللهم لا تجعلنا من أصحاب النار، وأكرمنا بصحبة النبي المختار، واسقنا من حوضه، واسقنا من حوضه، واجعله أحب إلينا من أنفسنا وأموالنا ووالدينا وأولادنا والناس أجمعين يا رب العالمين. إلهنا يا من هو في جلاله عظيم، وهو بكل شيء عليم، وبعباده رحيم، نسألك يا مولانا وقد انقطع الرجاء إلا منك، وانقطعت الأسباب إلا إليك، يا من لا تضيق بالسائلين رحمته ولا بالمذنبين مغفرته، نسألك العتق من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين جميعا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تردنا خائبين، ولا عن رحمتك مطرودين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بدعاء الخير. عم الجميع بالرحمة والرضوان، وعاملنا وإياهم باللطف والإحسان، واجعل عاقبة أمرنا يا مولانا عندك العفو والصفح والغفران والعتق من النيران. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام.